ان شاء الله طيبين. اليوم اليوم اكثر طلب جاء على القناه الجيمنج ماينكرافت. يا سعود تو ماينكرافت. شوفوا قبل ما نبدا هذا يعني اعتراف، احنا ما نحب نلعب ماينكرافت اوكي. فقررنا نسوي عالم في ماينكرافت كرييتيف، يعني كل شيء جاهز لان في بالنا نسوي شيء وهو مزرعتنا. بنسوي مزرعات اللي شفتوها بقناة فلوقات بنسويها داخل ماينكرافت اوكي. فبنسوي عالم كرييتيف وبنحاول نسوي مزرعتنا اوكي. ها نبي نتعب التفاصيل. ايه وكوخنا ما ننسى الكوخ. اوه نقدر نسوي باص. ايه في حتى الكوخ شفتوا عند شلونه موجود. شلون نسوي باص؟ والله ناسه فيه غنم ودجاج. ايه العنز عنز عنز في عنز قطعه مو مشكله. يلا وبنزرع بنسوي نفس مزرعتنا بس ماينكرافت، وبتكون سلسله ماينكرافت. حلو. فاتمنى اذا تبغون نستمر على هذه السلسله نوصل 100,000 لايك ان شاء الله. ان شاء الله. فلا تنسون اللايك والاشتراك في القناه. لكن قبل كل شيء تفضل، ان ليش ما حاطين سرفايفل؟ لاننا يعني مو ما نلعب ماينكرافت باختصار. ما نعرف نلعب. خلونا نبدا الان. هذا زي ما تشوفون على الشاشه العالم سميناه سعود براذرز. نحط كرييت. بسم الله. مرحبا. المزرعه في المفروض نلبس هنا صح فين؟ ترى والله ما نعرف ماينكرافت. اوكي ستارت. لا انا خلوني لحالي. لا والله يلا دخل خشوا. طيب يا شباب كذا دخلنا العالم ماينكرافت. واحد يعرف انا نفسه وين مكانه. انا اللي فوق اسات. طبعا بحاول احط لكم يا شباب يا مشاهدين شاشه واحده اللي هي شاشتي انا. انا اللي موقع اليمين اللي مكتوب عندي اسمي اس بي واي. طيب الحين وش السالفه؟ جوا غابه احنا ولا ايش؟ انا من رايي نطير وناخذ مكان. يلا نطير. طيروا فوق يا شباب. يا جماعه هذا مكان حلو يعني نقدر نسوي فيه مزرعتنا صح؟ لا 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 ابعد اطلع فوق اطلع فوق يا بس ترى يمكن نضيع بعض. لا تشوفوني؟ اي انا عندك انا هنا كيف؟ اوه ترى حطينا سرفايف ترى هناك مكان فيه جولد وكل شيء. طيب يلا خلونا اول شيء يا شباب نلقى ارض مسطحه او احنا نخليها مسطحه. لحظه تابعوني. نضيع بعض. انا ورا سعود. يلا خليكم وراي. انا ورا سعود. يلا كلكم وراي؟ لا انت وين رايح؟ تلعب حالك انت؟ انا ورا سعود. يلا انا وينك انت؟ هذا ضاع في الغابه يا شباب. هذا هو هنا قاعد يصيح. وين وين؟ انا معك انا معك. انا عند هذه. تعال امسك يدي امسك يدي. يلا انا قاعد امشي. طيب يا شباب احنا الحين في السماء اتبعوني اوكي؟ اوكي. شوفوا انا قاعد امشي ندور لنا ارض مسطحه. ايش رايكم يا شباب؟ والله الارض كلها يا اخوي جبال. صح والله. بس شوفوا النهر نحتاجه ولا شيء؟ لا انا شفت فيها نهر. فيها بحيره. بس انت تسوي بحيره بس مو إيه؟ نهار. جاهز كل شيء نسويه جاهز. يلا نزول شباب نزول. وش هذي كسر بامبو وش تكسر كذا؟ اي نكسر ذولي. شفتوا المنطقه هذه كامله؟ ابغاكم تكسرونها. والله يمكن احسن تطروني مكروفكم في الواقع في المزرعه. تكفنا هنا وهنا هنا برضو. سعود دي مره طوال. يلا كسر بس. في شيء فجر شيء؟ ما في شيء. يلا خل فجر. بس يفجر الارض. لا ماني بخربها. لا هذه بيخربها. لا ثم تدخل. لا ثم لا عليك. ايه فجر ايه شباب كسر شغل سعود خل فجر. لا انا ابغى الارض هذه. يا اخي والله صعب. سعود شوف اللي خسرت. بالله شاشتي خلاص. يلا تعالوا فوق في السماء. تعالوا في السماء فوق. فجر فوق في السماء. لا نغير مكان. اوكي تشوفون هذه الارض يا شباب اللي تحتي؟ حلو. ايش رايكم فيها؟ والله يلا جايكم من اللي تحت ذا؟ انا اوه بقره. بسم الله خلاص خلصنا. اسمع ترى في بيض تحطه على البقر كذا. ما يصبر اول شيء نواسي الارض يا شباب. الاشجار ذي من اللي قدامي؟ انا. يلا يا عبد الله استلم المنطقه هذه. هذيك تمسكها مسك وتشيل كل شيء. ابشر. يلا بسم الله نسوي شغل. شغل والله. تعال في الموت. اقول يلا شغل بس. انا بسوي ممر السعاده. اصبر. لا كلنا واسل الارض اول. شوف انا قاعد اكسر. اول شيء خلينا نكسر الشجره يا شباب. اي شجره قدامكم نبغى نكسرها اوكي؟ ونخلي الارض مسطحه. والله شغل كثير. اي شكله ما ودك. والله انا ولا كيف. اي اقول لك اشتغل والله ما تمشي. ما في شيء والله كسر. كسر كسر. خلنا نفجر يا شباب ثم نواسي. لا عندي مكان افجر فوق الشجر. اوكي يا شباب هذا معي تي ان تي الحين هنا حفجر هنا عادي. يلا يا شباب تفجير. حطيت واحده هنا. يلا يا شباب فجر. طب شلون اشغلها؟ شلون اشغلها؟ اوكي يا شباب حطيت شيء بيتفجر هنا. اوه
فجر عندي شرود حط كذا كثر كثر يلا يلا فجر منطقة واحد حط قنابل واحد واثنين يفجروا اثنين كذا انا 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 بحط القنابل انا قاعد اوزع الحين اشوف يلا حطها يد حوم انا بجي وراك من هذا اللي قدامي انا اوه قاعد تفجر انت فجر والله بدأت تطلع من المعالم شوف شلون تبين نحفر انت الله خل نختصر يا شيخ والله العظيم التكسير اسرع ايش هذا كثر كذا شف شفني شفني كثر كذا خلها تطيح كذا شوف وشلون تفجر اوه شوف شلون تطيح اوه شباب جلين اوكي خلاص نام من اللي قدامي هذا سعد انا معي سريري تعال شباب يلا كل واحد ينام هو من اللي حط سره ذا شوف شوف شلون انام انا بنام التو بسم الله بسم الله ايش ما عجبني السرير اقول دم بس اخلص يلا بس يلا دحوم يلا يلا من اللي فوقي مين انا حاط سرير يا بحلال اي انا ملقيتكم ملقيتوا بنام الحين بعيد عنا تشتغل حالك يعني صباح الخير كسر كسر ايه صباح الخير انا اسوي تو جاي صلح ذا شباب شباب جبلهم دامكم معي الحين جنبي حلو مع بعض كسروا الاشجار بدون تفجير عشان ما تخرب الارضيه يلا يلا قدامك شغل مضبوط بس مشكلة الزرع كسر كلش زرع شجرة نبغى أرض مستوية في خروف هنا قاعد يهايط علينا يلا اوكي والله مستحمس للنتيجة احس رتب رتب يا شباب اللي اتوقع انه فيه تكتب كلمة سر هنا ويختفي الاشجار اللي اتوقع فاضيين هكر انت لا في كلمة سر عرفت تحط شكله ليه شكلك كنت فاضي تشتغل هذه المزرعة زي مزرعة حتى لو نقدر لا نشتغل شوف شلون بدأت تصير حلوة ذي شفت المساحة شباب والله انت ما سوينا شيء الا والله حلو شوف المساحة اللي سويناها هذا كله تي ان تي لا يا حبيبي شوف حبيبي شوف انا شوف انا كيف قاعد اكسر ساعد وشيك ساكت بس قاعد تسوي انت انت القنابل انت اقسم بالله اطردك من المزرعة فاضي قصص عليك اقول كسر لا 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 شوف ساكت الولد كلب شباب كلب ايش خله انا نحط كلب حارس مزرعتنا سعد والله انك مخرب الارضية والله مو عقوي من العالي انت ما فصلت انت مجرف وما قلت الارض احسن من انا ذا شوف يتهم مو انا قائد خلاص الناس تخصنتوا انتم معي ايه انا تبي عقل طيب عبد الله ادفن ايه شيء زياده هذه اقول ادفن بس ايه شو الغسل التجاري كيف هنا مساحه بالارض ادفنوا يا شباب ادفنوا انا قاعد ادفن الحين حمد وينك انا قاعد اكسر انا شوفني معنا اقسم بالله اللي يشتغل شغل تجاري بطل اه ايش الشغل التجاري ها تحت ارضيه هذا من يوم تكسر تطيح في هذه ايه غرفة سعد غرفة سعد بحط بركان يلا انا قاعد ادفن ها يلا وش هي؟ كسر انت يا اخي شوف ناظر بالله شوف شغلي شوف شغلي شوف ما نحتاج المكان هذا ما نحتاج والله ما يبي شوف انا قاعد ادفن والله حرام عليكم تخربوا مزرعتنا من البدايه نبغى شغل صح يا شباب وين يا جماعة ما في احد بس انه في طريقه انك ما ابغى تكسر وتشتغل زي الناس خلاص يا اخي نسوي مزرعتنا بسرعه لا شباب من ذي الفتحات اللي حط فتحات هنا سكرها والله مو بعد الحين ليش تناظرني انا قاعد ابني انت الحوم منحاش عنا والله ما انت صاير معنا بالمزرعه هذا هذا وين انتم هنا قلت لكم وين وش الشغل التجاري انا عارف هذا شغل تجاري ذا والله قاعد يشتغل شوف حطرت تحت قاعد يدفن هنا كسبنا هنا وش يا ابوي طيب هذا من الفتحه دي يا شباب هي مزرعه شيكم طيب مزرعه بس مو طيب مو بيت يا جماعه كنا تعبنا يا اخي طيب يا شباب المرحله الاولى هي لقينا الارض وجلسنا الحين نواسي الارض بحيث تكون ايش؟ ارض مسطحه بعد كذا نبدا نخطط نقول هنا الكوخ هنا الممر السعاده هنا النزله هنا الحيوانات ايه مسامينك حيوانات يا سلام اي صح نباتات ويا زراعه ها اه لعبك سعود والله ازرع شيء مزرعه تكفى سعود ازرع جزر تكفى لا بطيخ عندي جزر انا بخس بندق كان عندي جزر ترى يلا جاي عشان عندنا في الصدر انا زرعتها وبقدونس لا خلاص يلا حبيبي خلصنا بعد ما خربها ذا اي قال بس من اللي ما يعجبني اللي عندي يا اخي والله اني غيري خربان غيري خربان سليمه انقبض صرنا انا قاعدين في سوا
انا ترى ما عندي. تعال تعال هذه خصم 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 راتب شغل مزرعه. يلا اوه بس قربنا شوفوا يا شباب والله 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 جدوا ها انا مضمون واحد يساعدني يا شباب شوفوا يا شباب المربع اللي عندي ايوه انا ساعدكم بس شغل صح هذا سعود قاعد دبل تراك انت مسوي فنان يا ابو عار العب بس العب العب والله ما براسكم شيء انا عارف ان الشغل ناظر 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 شيء لا خرب رغم النقي خربان قاعد اراقب شغلكم من اللي بادي هذا الجدار هنا وش عبد الله اكيد لا والله توني قاعد اكمله والله شيلها يلا شيلها عبد الله اكيد عبد الله والله قاعد اكمله والله برضك الحب جاء وتعرف يعني دقيقه خلنا نبني هنا ايوه البنايه الصح بنايه الصح سعود تعبت اقول ابن ايش تقر يا عيال والله انت بنون حوم انا هنا يا عيال بطه سعود خلاص خلاص سعود جا المغرب انه في النوم لا اشتغل ما في يا ابوي حتى ما غدا ما في اشتغل بس طب خلنا ندرس درس الشاهي اوه والله شوف شباب طلع عندنا مربع حلو رهيب هنا هنا بيكون الكوخ والله متحمس انا من رايي بنوم شوي من اللي باني هذا هذا من اللي كسرها هذي هذا ولا اصبر يلا يلا نام بتقوم الصباح ما تفطر كمل شغل طب ابي موي انا بس ولا موي انا موي والله شغلكم بالتسليك ده ما يمشي عندي بسهر انا تسهر؟ سلم نام اخي اسلم بسهر نام اسهر والله بتشتغل وانت هذا من اللي نايم وقت ذا؟ شكله تحب تشتغل دائما تشتغل ايوه صباح الخير يا شباب صباح الخير انا بنحاش بسم الله اللي بنحاش اللي بنحاش والله ما له راتب مع الارض طيب وش هو سندوتش بيض طيب ما في شو ذا؟ تعال معي جماعه انا معي تفاح مين في؟ صدق صدق خلنا نسوي جلسه كذا ريفيه لا دقيقه عشان شباب شباب دقيقه دقيقه عشان ما تلخبطوا المتابعين ما يتلخبطون خليني اوريهم اول شيء الارض اللي سويناها يب شوفوا يا شباب هذه الارض ضبطناها كلنا عباره عن مستطيل او مربع نبغى نكبل زياده هنا بيصير مثلا نباتات هنا بيصير في كوخ هنا بيصير في ممر السعاده ينزل تحت يعني شغل شغل حلو والله انا احب الشغل هذا اي كبلوا المربع اللي هنا دقيقه من هنا انا اللي حاط هذه القطعه انا قاعد اكبل هذا من هو؟ ايوه مو بنا مو بنا والله انا انا ترى انا اللي عندي ترى ضبط ضبط بس في حجر هنا يا شباب لازم نحطه عشب يا شباب وين وين؟ ما والله هذا العشب شيلوه ذا عاني انا انا بزين انا بزين تجي يوه حلو حلو يا شباب طالع ملعب كوره اوه نسوي ملعب نسوي ملعب مزرعه نسوي ملعب تونا والله طويله تونا 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 بنسوي سلسله رهيبه باذن الله ان شاء الله تعجبكم عاد الحين اخواني طبعا مشاغبين شوي والله حرام شغل مضبوط وين وين سعد انا يلا انا خلصت الزاويه طبعا انا كل شوي اغير الشاشه احط على على واحد في واحد هنا ما يعرف يشتغل من هو عبد الله هذا هذا والله هذا بعد تفجير ذا ايوه متوترات هذا ما ادري ايش فيه بس هذا شيل العشب اوه شوف الارض سعود رهيبه صح سعود يبينا هنا نظر شاشتي يا البطه سعود نظر شاشتي سعود يا ولد اطلع برا الكاميرا شوف مين هذا بطه دجال الله يصلحك يبينا نحط هذه الزاويه ها شوف الزاويه ذي اللي عندي ما هي هذه لازم نبنيها عشان يطلع لنا مستطيل صح خلاص يلا وينك انت عشان اجيب هنا هذا خل خل وينك يا شو تسوي يا هذه؟ هذه لازم تسكرها هذه؟ اللي عندي سعود شوف ايش قاعد تسوي سعد لا 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 مو بذي يا سعود اقسم بالله يا سعد والله لا تطبق يا سعد والله والله مو وش جلسة اوكي اوكي حط طماط لا 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 انا خالف يا سعد خالف الرأي حقك مش مو بهنا مكانها ما تبي ما تبي راح يشتغل هذه يا سعود كانت فوق ما كانت هنا وينك يا عبد الله وينك وين وين الفتحة؟ ما انا بجيبكم كراسي هنا هنا يا سعود هنا تعال وراك من اللي حاط الكراسي وراك يا سعود انا ها وراك هذا ايوه وينك هذه الفتحة خلنا نجلس خلنا نجلس مع بعض لا دقيقة نشتغل تبي تجلس اجلس العموم العموم سعود الراتب يمشي الراتب يمشي والله للمزارعين الصح اما اللي زي بعض الناس يسوي نفسه غبي اللي يجي ياكل ويمشي ذا ما نبيه سوي جلسة انت توقعت ما يكرهك سعود وش وسيتها وسيتها اقسم بالله يا سعود وسيتها والله شوف وين وين يعني هذه اللي فوق وسيتها لا تواسي خله ما نبي ما نبي هذا مو بتبعنا اوه انت زياده سعود والله بوسي شوف والله يا سعد والله فكره يا شباب خلوني اوريهم اول شيء ونختم هنا اوريهم ايش سوينا طيب في الحلقه هذه لقينا ارض سويناها بالشكل هذا زي ما تشوفون مربع رهيب او مستطيل الحلقة الجاية بنسوي سياج وحدود للمزرعة بحيث نعرف وين أرضنا فيه هذا أهم شيء أهم شيء هذا صراحة إيه وبنسوي ممر السعادة نتاج
وبنبدا عاد اقتراحاتكم شو نسوي الكوخ يعني تبدا تطلع ملامح المسوي وعلمونا يا شباب وش الاشياء تساعدنا وكذا علمونا ترى انا اعرف ماينكرافت وخلونا نقترحون مثلا اشياء تجميليه نباتات بس شوفوا يا شباب هذه الارض حقتنا بنشتغل عليها من الحلقه الجايه لقينا الارض وامورنا زينه الحين وبتصير زي السلسله ماينكرافت فاتمنى تدعمونا نوصل 100,000 لايك اذا حابين نستمر في سلسله ماينكرافت لا تنسون زر لايك والاشتراك في القناة. نشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية مع السلامة.